جهزت أرضية منطقة برج روز ببلدية لوطايا الواقعة 22 كيلومتر شمال عاصمة الولاية بسكرة في حدود الساعة 10:52 من صباح أمس. إذن هذه الهزة الأرضية قدرت قوتها ب3.9 درجات على سلم ريشتر. الهزة خلفت ذعرا كبيرا وسط المواطنين الذين أكدوا أن المنازل شهدت عمليات ارتدادية للهزة دون تسجيل خسائر مادية ولا بشرية، وهو ما أكدته مصالح الحماية المدنية ببسكرة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خشية تسجيل ارتدادات للهزة الأرضية التي تعتبر الأولى منذ عقود في المنطقة. إلى موضوع آخر، حيث أكد بنك الجزائر أن نسبة الصرف الحقيقية تبقى مرتفعة مقارنة بمستوى توازنها الذي يحسب على أساسيات منها الفارق في نسبة التضخم الذي يسجل تحسناً. وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الإعلامية حول السوق البنكية للصرف أنه بالرغم من تذبذب نسب صرف أهم العملات، تبقى نسبة الصرف الحقيقية للدينار اليوم مرتفعة مقارنة بمستوى توازنها، وتحسب هذه النسبة أساسا بالمقارنة مع الأساسيات، ومنها الفارق في نسبة التضخم التي تسجل انخفاضا خلال السداسية الثاني من سنة 2013، وبالتالي توجها نحو التحسن. وأكد بنك الجزائر أنه ينبغي قراءة التطور الأخير لسعر الدينار مقارنة باليورو الدولار الأمريكي على ضوء أثر التذبذب المالي الخارجي خلال التوجهات التسلسلية لقيمة الدينار مقارنة مع اليورو والدولار الأمريكي بالنسبة للخمس سنوات الأخيرة. في موضوع آخر، كشف منصوري عبد الكريم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الذي نزل ضيفا على القناة الأولى، كشف أن قانون المالية الجديد يحمل في طياته تسهيلات لسبل التعاون قصد إعطاء الفرصة للمستثمر الجزائري والأجنبي إلى جانب القضاء على البطالة، الأمر الذي يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. السلطات الجزائرية تريد أن تنوع في إنتاجها وتنوع في صادراتها من أجل بطبيعة الحال الابتعاد عن هذه الثروة اللي تعرفوا أن أسعارها لا يتحكم فيها المنتجون بل المستهلك. فالآن الدولة الجزائرية تريد أيضا أن تنوع الإنتاج وأيضا تصدر شيء آخر من غير المحروقات. الهدف الثالث هو أيضا إنشاء مناصب شغل، وأيضا القضاء على البطالة. كما كشف ذات المتحدث أن الوكالة ستعتمد آليات جديدة من أجل القضاء على ظاهرة البيروقراطية في مجال الاستثمار، باعتبار أن الخدمة الأولى التي تقدمها الوكالة هي تسهيل عمليات الاستثمار بدليل الوكالات المتوفرة في جميع الولايات والتي تجتمع فيها فيما يسمى بالشباك الموحد. الشباك الموحد هو نظام موجود في كثير من الدول، الهدف منه هو يعني وضع في مكان واحد كل الإدارات اللي عندها علاقة مباشرة بعملية ترتقب مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة أمطارا معتبرة مع رعود مرتقبة ابتداء من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء على الساعة 3 صباحا وإلى غاية الساعة 6 صباحا من يوم الخميس. ستخص هذه الأمطار الولايات التالية وهي شلف، عين الدفلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازا والبليدة. إذن كمية الأمطار المتساقطة ستصل أو تتعدى 50 ملم. إلى موضوع آخر، حيث لقي 21 شخصا مصرعهم أو حتفهم وجرح 1400 آخرون في أكثر من 1000 حادث مرور سجلت أو سجلت خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري حسب ما جاء اليوم في بيان لمصالح الحماية المدنية. وأوضح البيان أن الحصيلة الأثقل سجلت بولاية المسيلة، وذلك بوفاة 4 أشخاص وجرح 31 آخرين.
تمكنت مصالح الأمن الحضري 13 بولاية وهران من توقيف أكبر مشعوذ في الجهة الغربية المدعو السعيدي مع حجز كميات كبيرة من أدوات الشعوذة والدجل ومعدات غريبة، وكذا توقيف 15 امرأة ورجلين في قاعة الانتظار منهم مسؤولين سامين في الدولة وسيدة موظفة بمديرية النشاط الاجتماعي بولاية وهران بعد مداهمة لفيلا المشعوذ في شارع البغ الأول. سفيان معمر والتفاصيل. تم ضبط بداخل هذا المسكن على مجموعة من المساحيق هذه القضية، وسوف يقدم المتورط في القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مهران يوم غد. ختام النشرة، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء.